الجانب الفني ان هو يكون موجود معاه ان شاء الله في مباراه يوم السبت. طبعا النهارده الكابتن الخطيب كان موجود في فرع الاهلي مدينه نصر وكان حريص على عده اجتماعات، اجتماع مع قطاع الناشئين طبعا واجتماع مع النشاط الرياضي، وبالتالي كابتن خطيب مش بس مهتم بقطاع الناشئين او بقطاع كرة القدم، لا ده مهتم بقطاع كرة القدم وايضا بالالعاب الاخرى كلها، جمع كل الاجهزة الفنية والادارية للالعاب الاخرى زي كرة الطايرة وكرة السلة وكرة اليد مع طبعا مدير النشاط الرياضي الكابتن رؤوف عبد القادر، واتكلم معاهم فيه اكيد كلام مهم جدا جدا هنعرفه من خلال زميلي اللي كان موجود في الاجتماع في فرع مدينة نصر امير هشام، علشان يطلعنا على كل جديد او كل ما حصل في اجتماع اليوم. يا امير برحب بيك. تحياتي ليك يا عمر وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا كنا بنتكلم على الاجتماع الخاص كابتن خطيب رئيس النادي الاهلي، اجتمع مع قطاع الناشئين، كان اكيد كل الاعضاء وكل المدربين كانوا حريصين على التواجد، عايز اعرف بقى اهم الكلام اللي دار في الجلسه من خلال وجود الكابتن خطيب. طيب خليني يا عمر اقول لك البرنامج الخاص بالكابتن محمود الخطيب النهارده بالتحديد في مقر النادي الاهلي في مدينه نصر. يمكن الكابتن محمود الخطيب وصل في تمام الساعه 12 ظهرا فور وصوله، توجه لقطاع الناشئين والمقر الخاص بهم داخل فرع النادي الاهلي في مدينه نصر، واجتمع طبعا مع كل الاجهزه الفنيه المتواجده في قطاع الناشئين بجانب طبعا كابتن فتحي مبروك مدير القطاع، كابتن هاني رمزي المساعد الفني مدير قطاع الناشئين، كابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي، كابتن حسام غالي المنسق العام لقطاع الكره. كل الاجتماع ده كان في تواجد كل هذه الشخصيات اللي انا قلت لك عليها بجانب طبعا الاجهزه الفنيه الخاصه بقطاع الناشئين، وكان اجتماع هام جدا استمر حوالي ساعه بالتحديد او ساعه وربع، واتكلم فيها كابتن محمود الخطيب على الاستراتيجيه الخاصه بالنادي واللي اكيد كل الاجهزه الفنيه مدركاها بشكل كبير او مدركه بشكل كبير جدا الاستراتيجيه والاهداف الاساسيه بالنسبه للنادي وبالنسبه لقطاع الناشئين. كابتن محمود الخطيب ركز على ان الاجيال بتسلم بعض سواء كمدربين او كلاعبين، واهميه الاستفاده من القطاع خلال الفتره المقبله للفريق الاول ده شيء مهم جدا واحد المحاور الرئيسيه اللي اتكلم فيها كابتن محمود الخطيب مع كل الحضور، واكد عليهم على ان الهدف الاسمى ومش بس ان احنا في قطاع الناشئين نحقق بطولات، لا قطاع الناشئين مليء بالبطولات زيه زي الفريق الاول، لكن الهدف الاسمى هو امداد وتطعيم الفريق الاول باللاعبين الجيدين من القطاع علشان يكونوا اضافه بشكل كبير جدا للمراحل المختلفه المقبله بالنسبه للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. اهميه التركيز، اهميه تحقيق الاهداف المطلوبه، اهميه طبعا او الجزئيه اللي ركز عليها جدا كابتن محمود الخطيب دايما وهي الاخلاق والثقافه بالنسبه للاعب النادي الاهلي في قطاع الناشئين. زي احنا عارفين يا عمر الثقافه دلوقتي طبعا شيء مهم جدا جدا بالنسبه للاعبين الناشئين عشان بتفيدهم في المراحل العمريه الكبيره ان شاء الله وتصعيدهم للفريق الاول. كل دي محاور رئيسيه وهامه جدا اتكلم فيها الكابتن محمود الخطيب. امير انا عايز بس اقطع كلامك قبل ما تكمل بقيه الكلام، طبعا دي مش الزياره الاولى للكابتن خطيب مع قطاع الناشئين، وبالتالي زي ما انت قلت في دور كابتن خطيب عايز يوصله لقطاع الناشئين ان الاجيال بتسلم بعض وان هدف النادي الاهلي هو تطعيم الفريق الاول والمنتخبات بلاعيبه من قطاع النادي الاهلي. بالظبط دي حقيقه وده دايما او دي من ضمن الاجتماعات اللي ممكن كابتن محمود الخطيب اكيد هيعقدها دايما وهيكون في متابعه كبيره جدا بالنسبه لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، وخصوصا ان هو احد المنابع الرئيسيه بالنسبه للفريق الاول وهيتم التركيز عليه بشكل كبير جدا. وعندنا امثله كبيره جدا يا عمر وانت اكيد عارف لعيبه كتير متواجدين في الفريق الاول دلوقتي من قطاع الناشئين، ابرزهم حسام عاشور، شريف اكرامي، محمد الشناوي، لعيبه كتير جدا جدا من طبعا بالنسبه للفريق الاول، فبالتالي ده كان شيء مهم واجتماع مهم جدا من قبل كابتن محمود الخطيب واللي اكيد عارف اهميه قطاع الناشئين خلال الفترات المقبله. ده الاجتماع الاول بالنسبه للكابتن النهارده من خلال تواجده في مقر النادي الاهلي في مدينه نصر. بعدين مباشره كان في اجتماع خاص بالنشاط الرياضي والاجهزه الفنيه المتواجده في النشاط الرياضي المختلف الالعاب، في تواجد الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. الاجتماع ايضا استمر حوالي ساعة ونصف، وطبعا كابتن محمود الخطيب اتكلم في نفس الاهداف ونفس الاشياء الخاصة بالنشاط الرياضي واهمية تحقيق البطولات زي ما احنا متعودين واهمية اسعاد كل جمهور النادي الاهلي
واهميه الاجتهاد والشغل بجد وتركيز خلال الفتره المقبله. وكان اجتماع اكيد ايضا هام جدا بالنسبه للكابتن محمود الخطيب مع الكابتن رؤوف عبد القادر وايضا كل الاجهزه الفنيه الخاصه بالنشاط الرياضي ومختلف الالعاب. بعدها مباشره كابتن محمود الخطيب توجه للبوابه الخلفيه لمقر النادي الاهلي في مدينه نصر للاطمئنان على التطورات والانشاءات في تواجد المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي. ده يا امير الجزء الخاص ببرنامج عائله الاهلي اللي هي الخاصه بتطوير النادي الاهلي، صح كده؟ بالظبط تمام كده، زي ما وعد كابتن محمود. مظبوط مظبوط. الانتخابات وتنفيذ برنامج عائله النادي الاهلي اكيد ده كان شيء مهم جدا. التطورات خلاص ابتدت في سواء في مقر النادي الاهلي في الجزيره زي ما انت بتشوف او احنا بنشوف احنا ماشيين، البوابه الرئيسيه ابتدى العمل فيها وابتدى تطويرها. ايضا البوابه النهارده الخلفيه لمقر النادي الاهلي في مدينه نصر الكابتن محمود الخطيب راح بنفسه وشاف كل الاعمال الانشائيه وكل التطورات اللي بتحصل خلال الفتره الحاليه في تواجد المستشار الهندسي للنادي الاهلي المهندس سامح علي كامل، ويمكن اطلع بشكل جيد جدا واطمن كمان على الاعمال وتطورها خلال المرحله الحاليه. بعدها مباشره الكابتن محمود الخطيب انتهى من زيارته في مقر النادي الاهلي في مدينه نصر وتوجه لمقر النادي في الجزيره علشان يتابع المران الاخير للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي قبل سفره ان شاء الله فجر الثلاثاء لبوتسوانا عشان يقدم مباراه الهامه جدا امام فريق تاونشيب البوتسواني، مباراه اكيد غايه في الاهميه واكيد زيارته للفريق اكيد هتكون مهمه جدا ودافع معنوي كبير بالنسبه للنادي الاهلي قبل هذه المباراه. امير بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، وطبعا يعني كالعاده بتفيد كل المشاهدين بالمعلومات اللي بنحتاجها.